انا سميتني سعاد من مدينه اكادير. جبنا الوالده ديالنا كانت عيانه وجبناها نهار السبت هذا السبت اللي فات، جبناها لواحد الكلينيك واحد المصحه في مدينه اكادير، مريضه بالسكر فيها السكر طالع، وفاش جبناها درنا المهم مريضه بالسكر ديابيتيك هي وطلع ليها السكر تخثر الدم، المهم كانت واحد الحاله ماشي هي هذيك. جبناها لا كلينيك انا وخواتاتي العائله ديالنا وجبناها لا كلينيك دخلناها، المهم السبت لحد توفات انتي عيطوا لينا بالليل قالوا لنا جيو راه السيده في حاله حرجه جيو تشوفوها. مشينا كاملين وجينا وطلعنا شفنا الوالده ديالنا كاملين، واحد شويه نزلنا لتحت هكا كنبكيو في واحد الحاله ماش غنقول لك ما تبغيها لتحت. المهم فاش طلعنا هكا قلت لهم اجيو نطلعوا الثاني على الوالده، حبستني اختي الكبيره قالت لك صافي نزلوا راه الوالده توفات. صافي خرجنا في حاله هستيريه اش كنبكيو وفي يديها كانوا اربعه دبالج، والوالده ديالنا فاش دخلناها لاكلينيك فيها عندها اربعه دبالج وجوج ديال الخواتم في يديها، واحد النقره واحد ديال الذهب. اختي في الليل عيط ليها الفرملي اللي كان بيرمانونس في الليل قال ليها اجي حيدي لهاد الوالده ديالك هاد المسائل ديالها الذهب ديالها، حيدت ليها اختي غير الخويتمات باش تحيد ليها الدبالج من ايديها من فوخ ايديها بالسيروم، داك السيروم نفخ ليها ايديها فاش حيد تحيدهم ما بغاوش يتحيدوا ليها من فوخها. قالت لي اختي راه من فوخ ايديها، قال لي عرفتي اش ديري؟ قالت لي اختي جيب لي شي ما ولا صابون هذا ونضرب، قال لي عرفتي اش ديري حتى الصباح كاع لا فرملي هذا ممرض، قال لي حتى الصباح وجيبي داك القات ولا شي بانت باش تحيديهم ليها، حيت ما يمكنش يتحيدوا لك بهذه الطريقه. هذا الشيء اللي وقع لينا، حنا مشينا وقع لينا حاله هستيريا واختي طاحت لينا، مشينا حنا للدار مشينا بحالنا للدار جلسنا، قال لي هالفرملي جي مع الثمانيه راه غيكونوا غسالات، حنا ما مشيناش مع الثمانيه، حنا اختي مرضات لينا وتكريزات لينا في الدار مقابلينها، قلت لها ما تزربيش على دوك المسائل. ما مشي فاش مشينا مورا العصر اتصلينا العصر في الدار مشينا للمصحه ودخلنا قلنا لهم درنا مع الجمعيه اللي غتغسل لنا الوالده والسيدات وهذا، قدينا وريقاتنا قالوا لنا خصكم تخلصوا الواجبات ديال لاكلينيك. قلنا لها ماشي مشكل، عيطت لاختي الكبيره قلت لها اجي راه خصنا نخلصوا لاكلينيك، نزلنا باش نخلصوا لاكلينيك وهذا وخلصنا المسائل ديالنا والمستحقات ديالهم، عطينا لهم مسائل كيتسالونا، قالوا لينا اسميتو صافي غيغسلوا الوالده باش ندفنوها مع المغرب. درنا حنا المغرب درنا المسائل ديالنا وعلمنا كل شيء وجبنا التصريح وجبنا كل شيء باش جاوا يغسلوها. قالت لها اختي الغسالات قالت لهم راه الوالده ديالي عندها واحد اربعه دبلج ديال الذهب اختي راه خصني نحيدهم لها. قالت لها جيت شوفي الوالده ديالك راه ما عندها لا دبليج لا جوج، سيده ما لقينا عندها حتى حاجه قدامها، ها هي اختي قدامها. صافي غسلوها غسلوها وسالا، وقالت اختي في راسها سالا وغسلوها، فقالت اختي في راسها نطلع الامانات حيت هو في الليل الفرمي قال لي الا صبت نحيدهم ليها غنحيدهم ليها ونخليهم لك في الامانات، فهمتيني؟ هاد الشيء اللي قلنا. فاش طلعت قالت للبنت راه الوالده ديالي كانوا عندها اربعه دبلج، اختي شوفي الامانات واش فيها؟ قالت لها اختي ما كاين حتى حاجه في الامانات ديال الدبلج، اختفوا الدبلج. شنو يعني كيفاش جاتكم هذه الوقعه؟ جاتنا اش غنقول لك تصدمنا بزاف، راه حتى غسلنا مي ودرناها في لومبيلونس وهذا الشيء اللي كتشوف كل شيء، ودرنا لومبيلونس هذا وفاش عيطت لي اختي انا راه كنت برا، حتى شفت اختي كتناقش معاها قلت لها اش داك الشيء؟ قالت لي شنو كاين شنو كاين؟ قلت لها ردي امي لا كلينيك، ردي امي دخليها المصحه حتى يبانوا الدبلج. يمشيو الدبلج ديال السيده وحنا جبناها لا كلينيك، يعني بريفي، حنا ماشي مشكل صحه دمنا هي الاولى. نخلصوا معليش فهمتي، حنا دابا تحرقنا جوج مرات فهمتي، الوالده مريضه وعيانه حنا بغينا نقضوا منها، صدقوا الناس كيشفروا فيها في داخل الكلينيك. الرساله ديالنا راه انا درت شكايه عند الدراري بيرمانونس سميتو كوميساريا برانسيبال، درت عندهم المحضر في الليل، درت اختي محضر وبقينا تما حتى واحد الوقيته في الليل حتى 10 ونص تقريبا، وخرجوا معنا الدراري الله يكثر خيرهم داروا معايا الواجب وخرجوا معنا وجاو معنا حتى لهنا، وخرجنا عاوتاني وجات الشرطه القضائيه هما خرجوا معنا الدراري وجاو حتى عندهم هنا في ريسبسيون عند السيد اللي في تمايا وكيهضروا معاه وكيحكوا معاه، قال لي الممرض اللي كان تما كيصوني وليه ما تيجاوبش التليفون، واش مسدود ما بغاش يجاوبهم؟ قال لينا راه السيد طافي التليفون. خرجنا حنا قال لينا الضابط قال لينا سيروا حتى الغدا، اليوم جينا في الصباح كنجريو عاوتاني في الكوميساريه ومشينا وطلعوا وهبطوا هذا، قالوا لينا سيروا دابا تدفنوا الوالده ديالكم وحنا راه غنتبعوا هذا الشيء اجراء قانوني، نديروا المسائل اجراء مسطره غنتبعوا المسطره القانونيه. هذا الشيء اللي وقع اخويا، حنا اش تنطالبوا دابا؟ تنطالبوا بغينا الحق يبان فقط، حنا ما بغينا حتى حاجه، بغينا الحق ديال امنا
حرمه الميت. حنا امي دابا بغينا ندفنوها، كرموا الميت يدفنوه، فهمتي؟ بغينا ندفنوا السيده بالمسائل ديالها بكل شيء ديالها. حنا امنا هذيك ما نفرطوش فيها، ولكن حقها ما يضيعش. ماشي امي ميته ويتحيدوا ليها الدبال الجامني ديالها، راه منكر هذا. واه حيدهم لواحد حي في الزنقه، شغلك هذا كيعاقبك القانون، ولكن امي ميته ما تحيدش ليها الدبال الجامني ديالها، ما يتحيدوش ليها. وما كانش عندنا في الكلينيك، دخلنا امي بالدبالجه في الكلينيك. هذا الشيء اللي كاين اخويا، حنا تحرقنا. داك الشيء بغينا الحق يبان، بغينا السلطات يعاونونا ويوقفوا معنا ويبينوا لنا الحق ديالنا، يعطيونا حقنا. هذا الشيء، والمجرم اللي دار هكا يتلقى العقاب ديالو. انا اللي كنت حاضره ملي طلعت الانعاش، هو يقول لي كيفاش جبتي الوالده ديالك؟ عاودينا من الاول، يعني كيفاش؟ اي مرضات الوالده ديالتي نهار السبت، جاتها شويه السخانه بحال هكا، عيطت على خواتاتي، دينا جبناها لواحد المصحه في اكادير، دخلناها. المهم دخلوها الانعاش مباشره، بقات تما. المهم الغدا ليه نهار الحد جينا عندها في النهار، ما قدرتش تهضر معانا، المراه عيانه بزاف. بقينا قالوا لنا غير سيروا دابا حتى الا كاين شي حاجه راه غنعيطوا عليكم. فعلا مشينا رجعنا كلنا فحالنا لديورنا، في الليل عيطوا لنا قالوا لنا راه تزاد عليها الحال، اجيو. جينا طلينا عليها واحد خمسه دقائق هكاك وهي توفى. ملي توفات هو يعيط ليا الفرملي اللي كاين في الانعاش، نزلها لامورغ، هو براسه هو اللي قال لي اجي حيدي هذا الدب اللي كاين عند ماماك في يديها. حيدت ليها جوج خويت مات، واحد ديال الدب وواحد ديال النقره. الدبالج ملي بغيت نحيدهم يديها مسكينه تنفخات ليها بالسيروم وداك الشيء، بقيت مضاربه معاه ما بغاش يحيدو. هو اللي زعما حتى هو بقى مضارب معايا باش نحيدهم، لا ما بغاوش يحيدو. قلت لي انطقت انا، قلت لكم غير جدي ليا شويه الماء والصابون، قلت لي راه غادي يحيدو لها بديك الطريقه. قال لي عرفتي اش يجيك مليح؟ قال لي سيري انت حتى الغدا في الصباح غيجيو دوك العيالات اللي كيغسلوا وغتحضري معاهم. قال لي نجيبوا شي حاجه باش نحيدو، اش لقات هكا ولا شي حاجه ونحيدوا لها الدباج. اولا قال لي انا غادي نضرب معاها في الليل، قال لي نحيدهم لها ونخليهم لك في الامانات. حنا حيت هي ما صحه وسميتو درنا فيهم الثقه، زعما ما شكيناش نهائيا بان غيقدروا يديروا شي حاجه. والانسان ايوا تصدمنا حيت المراه ميته، واش غادي تشد الميت وتبقى تضرب معاه؟ هي هذيك الغدا ليه ملي ما جيناش في الصباح حيت ولادها كانوا بعاد وبقينا كنتسناوهم حتى وصلوا. ملي وصلوا صلينا العصر، جينا للمصحه، جاو العيالات ديال الجمعيه بغا يغسلوها، قالوا لك ضروري تكون معنا شي وحده. دخلت انا، ملي دخلت قبل ما يجبدوا المراه من الفريكو قلت لهم راه امي عندها اربعه ديال الدباج ديال الدب في يديها. ملي حلاتها المراه هكا حيدات عليها لي زور وداك الشيء، وهي تقول لي انت لا لا، قالت لي راه امك ما عندها لا دباج لا جوج. وليد اللي كانوا فيها الدباج بحال مجروحه، شي ماشي مجروحه، فيها شي بحال شي حد كان مضارب معاها يحيدهم لها بشي طريقه، حيت فيها شي جريحات صغار. انا واخا هكاك ما طلعتش ديك الساعه مباشره لا سميتو، كملت معاهم الغسيل، كفلنا المراه وانا نطلع عندهم الريسبسيون. قلت لها اختي الله يخليك راه الفرملي البارح قال لي راه غنحيد الدباج لماماك وغادي نخليهم لك في الامانه. ملي قلت لها قالت لي احنا ما عندنا حتى شي حاجه، وقلبات بدات تقلب هكا كل شيء وسميتو، قالت لي ما كاين حتى شي حاجه. ملي قلت لها راه الفرملي اللي كان البارح في الانعاش هو اللي كان معايا وحيد وقال لي راه غنتكلف بالدبالج، كتعيط له في التليفون في الاول دواء، قال لها ما شفت حتى شي حاجه. في الاخر ملي جبنا البوليس وداك الشيء ما كيجاوبش كاع في التليفون. الدبالج يعني شحال تقريبا القيمه ديالهم؟ دابا حيت هي اربعه، هي كانوا عندها سبعه، ما بقاوش، حيدات ثلاثه باعتهم، بقاو عندها اربعه، غيكونوا تقريبا بالاثمنه ديال دابا ديك 20000 درهم. دابا حنا ماشي القيمه ديال الذهب ولا سميتو، عرفتي شنو بينا حنا بزاف وامنا بحرا ماتت. على شكون هذا اللي عنده ديك القدره يمشي عند وحده ميته ويبقى ويجبدها من الفريكو ويبقى يضرب معها باش يشفر ليها دبالجها؟ انتهاك حرمه الميت، علاش يديروا لها بحال هكا؟ اي واحد دابا غيتصور مو ميته وجا واحد جبدها من الفريكو باقا ما مغسوله باقا ما حتى شي حاجه ومضارب معها باش يسرق ليها هذوك الذهيبات. حنا هذا هو المشكل ديالنا، علاش يمشيو عند امراه ميته ويبقاو مسكينه يديروا لها بحال هكاك باش يسرقوا هذا الدب ديالها؟